شباب البوم. بوم بي او ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الاخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم. بوم 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 شباب البوم، يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم. تفضل يا باشا، ما تنسناش بقى في التقييم. خلاص ابشر بعطيك صفر حبيبي. شكرا. كيفك عامل؟ الحمد لله بخير. ياسر تبيني ارجع اخذك؟ لا يعطيك العافيه هيبه، برجع مع واحد من العيال. انت من نفسك حبيبي. ان شاء الله حبيبي. من ذا؟ سوي ما تعرف أبوي. هلا عرفه، بس فيك شيء أنت؟ لا ما فيني إلا العافية. غريبة، يقول لك أنت بين نفسك حبيبي. عادي، أي أبوي يقولها لولده. طيب ليه موصلك؟ موتري في الوكالة وبيطلع بكرة. قلبها تحقيق أنت، في سؤال ثاني؟ لا لا، تفضل، وأنت بين نفسك حبيبي. ألا ذي من أول أنا احتريها أولا هرنعة. أفع عليك، هذه يا بابا اشتر عليها الصن أبهينها بالثمانية. الحين كل يوم يقول لك أنت من نفسك حبيبي ولا بس اليوم؟ من هو؟ أبوك. أنت للحين معلق على ذي السالفة يا ابن حلال، راح عليها ساعتين الحين. إيش الهرجة يا عيال؟ أبوه يقول له أنت من نفسك حبيبي. وما الغريب في ذلك؟ يعني عادي. أدري عنه ذا الله يهدي. الحين لو سألت أي واحد فينا وش أكثر كلمة يقولك إياها أبوك، أكيد بيقولك كلمة حلوة. أنا أبوي قبري نادين أبو صلوح الصلحي سداتة. أنا أبوي يقول لي شاكشوكة. أنا أبوي يقول لي انزلع. أنا دائما أبوي يقول لي جيب الباقي. ارحب. هلا والله يا الغالي. ارحب ارحب ارحب. ألف ألف مبروك. إيه وفزنا. وليتي يمشي كده كده. وليتي يمشي كده كده. بس لازم يستمر على هذا الفوز، وبشرط النصر يتعثر. روما بدع كالعادة. يلا يلا سلام. لا تقول لي ذا أبوك بعد. أيوه أبويا. أبوك عادي يسولف معك عن الدوري وكذا؟ أيوه يسولف معي عن الدوري، والتيك توك كمان يخش معايا جولات وأحكام سلخ. تعال تدق على مين؟ بدق على ابوي، نسيت اقول له سالفه مهمه. اها طيب حط السبيكر. ها حط السبيكر. الو. هلا هلا يبا. هلا حبيبي. هلا قلبي. دقن علي تبي فلوس؟ ما في فلوس. انزل. جانا القطار بدروبه ولا تقاطع ولا اشارات. هذه الكيكه اللي تحبها ايفا. تسلم ايدك يا حبيبه ابوها. وهذه قطعه حبيبي سليمان. تكفي ولا تبي زود؟ لا لا يكفي يما. وانا هذا هي قدامك، مدي يدك. حسد اعوذ بالله. انا اللي بعطيك بديني. احلى من يعطيني والله، الله لا يخليني. خلي الأخوص شوي وحطي على جنب علشان أنا جاي أكلها. أبشر يبا. السلام عليكم. كم السلام. بكمل برتقال هذا 30. ورك تضربه؟ طيب حرام نعمة يا أخي، لا تضربه. إيه ما شاء الله زين. لا كويس كويس، بضاعتنا نظيفة. بضاعتكم نظيفة. الحين نكشف بضاعتكم إذا هي نظيفة ولا. سلامات. وش ذا؟ حاط اللي تحت خربان واللي فوق زين. ولا ما تتكلم أنت. هي واحدة الخربان بس. خلاص خذ لك هذا 30. وراك خفت؟ ما خفت، هي واحدة بس الخربان.
الورقيات وينها؟ هذا. هذا بقدونس ولا كزبرة؟ هذا رجله. رجله؟ هذا جديد علي بالتشكيلة، ما أعرفه. عندك موز؟ موجود. خلاص، عطني كيلوين من ذا. هذا ما ينفع، خذ لك من ذا المستوي أفضل. لا يا شيخ، تبي تلعب علي؟ تعطيني من المنقط ذا؟ يوم يومين ويخرب. أبي هذا الأخضر يقعد أسبوع، وعطني كرتون تفاح. أبشر. يلا تحرك. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا ميري يا ميري، تعالي شيل الأغراض الكثيرة اللي جبتها، موز وبرتقال وتفاح، كلها جايبها على حسابي. ما شاء الله، ابعدي يا ولدي. الله لا يستر خير العدو. أفا، طب ليه؟ أنا رايح العتيق قبل الصبح وجايب كل الخيرات، برتقال وموز وتفاح وعنب وكل شيء. طيب اللي جبت هذا وين وديه؟ والله ما دريت انك رحت عتيزة. طب انا وش اسوي؟ حبيت اسوي مفاجأة. مفاجأة؟ الله اكبر، ترى كله تفاحة وبرتقال. كم جبت البرتقال؟ 30 ريال. لا عبني عليك، انا جايبه بخمسة وعشرين. يمكن خربان اللي اخذته. واقول لكم سفل فيني ابوي قدام امي، ماش ما في فايدة. تصدقون حتى شكرا شكرا ما قالها لي. والله حلو البرتقال. ايش بالسبه وش يقول؟ برتقان اسمه برتقان يا غبي. ايه لا تقول معلومات غلط، برتقان اللي مع كراش في السوني. وش تسمونه بغليل يا شكوش؟ نسميه اورنج. سلامات، انتم ما تحسون؟ انا الحين قاعد افضفض لكم وانتم فاتحين سالفه عن البرتقال. ايه خلاص يا ابن الحلال، تراك اشغلتها بسالفه ابوك. خلاص يمكن هو طبعه كذا، يمكن ما يتغير. شف انا عمي وعارفه، ما يبين بعينه الا الشيء الجزل. أما قوت إنك تعبي دبة غاز، تجيب له خضرة، تصب له شاهي، ما زي معه شيء، ما لك إلا تزيله شيء يامل العين. السلام عليكم. عليكم السلام. أشوفكم على خير يا أحلى أم وأب الدنيا. عندي سفرة صدرت، بكرة راجع إن شاء الله. الله يحفظك يا ولادي. وين رايح؟ مفاجأة، أعلمكم بكرة إن شاء الله. أسمع عاد، ترك كتب الخط ولا تسرع، وجيت بكرة جايب لي مخالفة ولا مخالفتين من ساهر، ترى يبرر مسددي عنك ولا هلله. هذاك سمعت الكلام. إن شاء الله. هلا يما، ها وش رايك بالمفاجأة؟ أبشرس وصلت مكة وباخذ العمرة. علمي أبوي إني وصلت، بس لا تقولي إلا إني رايح مكة مثل ما اتفقنا. أم عامر. سم. عامر وصل ولا لا؟ الحمد لله وصل ويسلم عليك. الحمد لله، الله يسلمك وياه. وين راح الحين؟ إن شاء الله إذا رجع بيقول لك. وعليكم السلام. وين اللي يقول بروح مكة يوم بريح وبرجع يوم ثاني؟ أبد، شفت نفسي نشيط، قلت يا رجال دام خلصت عمره بدري أرجع للرياض. ما شاء الله، الله يتقبل منك وثبتك. والله ما قلت إن أنك راح مكة، لأن العمرة ما أخذها عنك. عجيب والله، شايف أنا بحر ولا متعتبر عن؟ مش دعوة يبا، بسم الله عليك الله لا يقوله. بس قلت أنت يعني كبير في السن، ويمكن يعني ما تقدر تاخذ عمره زحمه وكذا. انا ما فيني الا العافيه، اقدر اعتمر واقدر احج بعد. طيب جبت زمزم. اي ياك الله خير. بعد اذنكم ابغى اروح اريح. هذا جساده،
الولد يبي فرحك، كان قلت له كلمة حلوة. قلت له جزاك الله خير. أنا حسبته بيفرح بيستانس، لكن للأسف غسل شراعي زي العادة. وادر هديك راح أنت تقوله ما تقدر تزين عمره، أكله ده بيعصب يذق صدره. طب وش أسوي؟ هذا أسلوبي، ما أعرف أعبر. طيب يمكن حتى هو ما يعرف يعبر وهو نطالع عليه. قالوها ابن الوز عوام. أهم حاجة إحنا مستفيدين. فواكه وزمزم. ها المرة الجاية نبغى ذبيحة. هلا يبا سمسم. أبشر أجيب لك لبن. طب تبيه كامل وجانا القطار بدروبه. ولا تقاطع ولا إشارات. ودي أعرف وش السر؟ ليش أبوي معس أليم من اللي نفسه ومعي قاسي؟ ما في سر ولا شيء، المحبة من الله. وليه حبس أنت أكثر؟ لأنك درج ما تعرف تتعامل معه. أنا درج؟ إيه درج. إذا تبغى تتقرب له خلي يشوف منك شيء لطيف كل يوم، وداخل وهو طالع، ومع الوقت بتشوف شلون تغير. يلا ورا روح كمان بس ستوب. أتحداك البرادة البطلة. اسمع أبيك تحط البرادة هنا جنب الباب علشان أبوي إذا دخل وإذا طلع يشوفه ويدعي لي. بابا أنت عايز؟ لا أبوي اسمع علي. أنا يقصد هو في موت ولا في عايز؟ هي الله يحفظه حي ما مات. أوه أنا في صوي غلط، هذا مشكلة. أنا في يكتب هذا عن مرحوم علي بن عمر. إيش مشكلة لهم؟ كيف أسوي؟ مهبول أنت، الحين أبوي بدل ما يدعي لي يدعي علي. إيش سوي لهم؟ خلاص خلي الموضوع علي. هايبا وش رأيك في البرادة؟ ما شاء الله زين ما سويت وانا ابوك. الله يكتب اجرنا واجرك. يعني حبيت الفكره؟ اي بالله حبيتها. طيب واللي جاب الفكره حبيتها؟ عجيب والله، تبي تموتني وانا حي؟ لا بس هذا خطا مطبعي. شيل اللوحه وخل البراده واذلب. ابشر صديق. أتقر أنقص أصان يبضى أنا صغل سباكة، أصان زيب موية بارد، أصان نفر فيه سرب موية، يقول الله يخلي نفر يركب برادة. آمن يا آمن. آمن سم يبا وش هالصوت؟ دريل. ها خرجت الجار؟ ايه خرجتها علشان مد مويه البراده. الله لا يصابه ولا يعطي عدوك عافيه. شيل البراده، ما بي براده ولا بيك شيء. الحين انا اروح مكه وادعي له واحط له براده علشان الاجر، وبالاخير يدي علي. صاحي انت ارتكبت خطا عظيم. الجدار هذا شيء مهم عند الشيبان. لا سمع صوت الدريل بالبيت سوى استنفار. سنين هو يبني هالجدار، تجي انت خارق بدريل. طيب في أين البرادة؟ أسكت لا عامر، يحط حرته كلها فيك. يا عامر يا حبيبي أبي أفهم شيء واحد، أنت ليش مشكل عمرك وتسوي كذا؟ أبي أبوي مثل أبوك، ودي أحس إنه يحبني. تصدق بعض الأحيان ودي أقول له خليك مثل أبو ياسر. صدق فكرة حلوة. ما أقول أنت والله لو كل أبوي كذا يطردني من البيت. لا يا عامر، بنلمح له، بنجي أنا وأبوي عندكم في البيت بنتقهوى وبنسوي قدامه تطبيق عملي، بس تلميحة. والله فكرة. أبوي سم يبا آمرني. أبشر أجيب خبز. طب مفروض ولا؟ جاء القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. سم يبا عطى الضيوف لأبوه. سمي عم. تسلم يا عامر. شلونك ابو عامر؟ بخير الله يعطيك العافيه. اقعدوا. سمي حبيبي. تسلم يبا. المفروض هو اللي يعطيك.
أنا وياسر ما نختلف، إحنا أصدقاء وأنا ما مارس عليه سلطة الأب. ترى مو هو دايم بعض الأحيان. الله يصلحه ويخليه لك ياسر، علمه غانم. حتى عامر ما شاء الله عليه حب ريح وشكرتي. عامر والله يصلحه، مرة يصلحها أو 20 مرة يخربها، رابع عن ضغطي. عجيب والله، شايف أنا بحر ولا متعتبر عن؟ الله لا يسامحك ولا يعطي عدوك عافية. شيل البرادة، ما ببرادة ولا ببك شيء. علاقتك مع أبوك سيئة؟ لا. علاقة قوية وممتازة؟ بعد لا. أجل، وش العلاقة اللي بينك وبينه؟ صدقيني يا دكتورة، ما قد يوم أبوي قال لي كلمة أحبك. تسمح لي أتواصل معه؟ حنا والله ما نعرف العيادات النفسية ولا فين إلا العافية. إلا ولدي عامر وش فيه؟ عامر ما فيه إلا العافية، بس أنا أبي منك طلب يا أبو عامر. أمر يا دكتورة، وش تبي؟ أبي إذا دخل عامر بعد شوي تقول له أحبك. بس خليه يجي. خلي عامر يدخل. عامر يا وليدي أحبك. من جدك يبا؟ إيه من جدي. تحبني تحبني الصدق يعني؟ نعم أحبك.